السلام عليكم الخوت، من تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم رضوان فلوكس، اليوم فيديو جديد، فلوك جديد مع السعد رحيم، خراز ديالنا كوردوني اسكافي. تحياتي لك اخويا عبد الرحيم، شي تحيه للفامي ديالنا. تحيه للجميع، تحيه للجميع الاخوان، مرحبا بكم. اللي عنده شي بياسه، برديله، كوبرا، صباط، اي حاجه كتعلق بالاحذيه، حنا تحت استطاعه نقدر نصلح لكم اي حاجه عندكم. مرحبا بكم عندي. الله يحفظك ليا السي عبد الرحيم. الاخوان، الاخ عبد الرحيم راه اللي عنده شي صباط محلول، شي سبرديله مفرقعه، شي اي لعيبه، شي ضربه اللي خايبه كاع في شي صباط ولا شي سبرديله، راه يسرع عليكم الاخوان. ودابا راه جبنا لي الصباط ديالي اكزومبل نوري لهم الاخوان. شوفوا الصباط شنو صار ليه من هنايا، بقدرت نمشي النيه ديالو ها هو تحل. هذا اكزومبل الاخوان، غنبداو به مع السي عبد الرحيم ونشوفوا الصباط كي غيطلع، وتشوفوا معنا على المباشر اي حاجه. والله يسر الامور الجميع. الاخ عبد الرحيم راه اثمنه زوينه، اللي عنده شي بياسه يصوبها لكم بثمن زوين. الاخ عبد الرحيم راه 1000 ريال، 40 درهم، 70 درهم، المهم اثمنه زوينه على حساب الضربه اللي كاينه في السبرديله. المهم خليوكم معنا باش تشوفوا معنا اي لقطه. والصباط ديالي غيصوبوا دابا الاخ عبد الرحيم، نبداو معكم في العمليه الاخوان. وخليوكم معنا، الاراء ديالكم ولي لايك زوينه، بارطاجيو الفيديو. الله ييسر الامور للجميع. اخ عبد الرحيم راه كيتواجد في الخرازه الاخوان. المهم نخلي لكم اللوكاليزاسيون، نخلي لكم نمره التليفون ديالو، تواصلوا معاه. والله ييسر الامور للجميع. وتحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجة حتى للقويره، وهاشتاق صوفي المهمه ودي مقشقعش. هانتوما الاخوان، هاد البياسه الاخ عبد الرحيم دابا اش غدير ليها؟ دابا هاد اخويا هاد الضربه هادي دابا غادي نعمرها بواحد شويه الكوله. فوالا، واحد الكوله، واحد الكوله بيضاء، واحد الكوله بيضاء باش ما تبانش، باش ما تبانش فيها اللون ديال الكوله. من بعد غنتسناها غادي تبرد شويه، وغادي نرجعها لبلاصتها كما كانت. ومن بعد غندير لها واحد خويط بحال زيكزاك بالبره وخير. هادي اخوتي، هادي السبب ديالها هو التنيه ديال الرجل. بالمشي، بالمشي الانسان اللي كيتني رجلو بزاف ولا كتقرد ولا هادي، وكتكون عندك التنيه بزاف. وهادي ضارب شي 3 سنين كتوقع هادي في اي سباط، في اي سبرديله. حنا دابا كنعالجوا هذا الامر. كيف مشوا معنا الاخوان، دابا درنا لها الكوله. شوفوا معايا الضربه كي دايره، بردات لها الكوله، غتجمع وغدوز بالبرا وخيط الاخوان، ويرجعوا لهاد الكارواج بحال هاد السيد هذا اللي هنايا، يرجع في هاد الضربه. يعني راه خدمه بروفيسيونيل صراحه. خليكم معنا وتشوفوا معنا اي لقطه الاخوان. اخوان دابا غدا العمليه غيبدا يسد في هذيك الضربه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله اخويا، بخير بسعيد. دابا الاخوان حنا سدينا بالكولة دابا. شوفوا السي عبد الرحيم، وغادي نعاودها بالخيط، وعاد غادي نحيد لي هذاك اللون. اخوان عقلوا عليها دابا، الشوك سيت دابا هاد البارتي هادي البيضة غتخبر، غادا تخبر، غتولي بحال الكارواج بحال، غتخبر، متبقاش هادي، غتخبر، غتخبر. الاستيكاج دابا بهاد الوسخ هذا الاخوان، هذا بلا ما تحتاج تغسلها ولا ديرها في الصابون ولا داكشي حاجه. عندي برودوي كيحيد هاد الوسخ كامل، هذا كيحيدو هو هذا النيس. هاد
جولدن بلاك. وعندي في ولا كانت السبر ديالها بيضاء راه كنديروا لها البيض فوال بوليش ناتشورال. انت السبر ديالها كتولي صح كيرجع نقي كيولي نقي كيولي بحال لا الله صح صح. اللي عنده الاخوان شي صباط خايف منه ما عرفش يستيكي ولا خايف من الماء ولا داكشي راه يجيبوا للسي عبد الرحيم راه غيستيكي لكم اي حاجه قول معقول وغيدير معكم اثمنه زوينه الصراحه غيدير معكم قيوقيوات. ها البراو الخايد دابا غتخدم. مرحبا بكم. مرحبا صنع الاخوان مزيانه الصراحه والله انا ملي تعلم شي صنعه دابا لو خا حنا الاخوان كنصوروا لكم هكا بامكان شي واحد اللي بغى يتعلم ولا اني راه عاوتاني راه ملي كتكون قديم في الحرفه راه كتكون مبدع يعني ماشي اجيو راني تصاوب شي لعيبه محلوله هذه ولكن ملي تجيك شي حاجه صعيبه راه ما غاديش تقدرش الاحتكاك ولا بيتيد هو اللي كيخلي بنادم يتعلم اي حاجه. قدام في الحرفه راه دابا جايه من 91 ان شاء الله حنايا هنايا تبارك الله 91 دابا راه 30 عام 34 عام 34 سنه راه بنادم راه تزوج وكبر ولاد وليدات كبروا كل شيء لا صرا العروقه ديال الكوبرا شي عرق مقلع ياك حتى هو كترجع كل واحد الاخوان راه والله يشاور راني واحد دي انترو هيا حدايا اخوان الفاس من جيت المايك والله حتى كلهم بدل بالله الله يرجع لها الكاروات ناضي الصالة شوما الاخوان غتشوفوا معنا الصباط في نهاية الفيديو كي غيبان لكم شوفوا يا ابراهيم هانتوا مع الاخوان شوفوا معنا مازال باقى فيه شي فينيس ياك غادي تفين غادي دابا غادي دير ليه برودوي اللي غادي يكون جديد اخوان شو معنى الصباط كيولا شو معنى التكرفيس اللي فيه دابا هو غيسيكي لنا ونشوفو كي غيطلع الاخوان مالو مالو عليكم السلام ورحمه الله شحال هذا
شنو كامل دابا بلاصه الكحل درنا الكحل اه وبلاصه هذاك تحت غدير البيض 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 باش غادي بحال الكريم هذا البيض غيعطي هنايا باش يخليه هذا في اللون ديالو لاحظوا معايا شوفوا الاخوان غير جاف شوفوا لي مكرفس دابا مثلا العمليه ديال السعد انا اخويا هاد العمليه اللي درتي لهاد السكوار تاعك شحال كتخدم الناس تقريبا هذه هاد العمليه 60 درهم 70 درهم 60 درهم 70 درهم اخوان ولكن راه إذا كنتي غتجيب ليه شي صباط ما ساويش ولا شي لعيبة أنا ما عندك علاش كانت عندك شي حاجة ساوية وغالية وخايف عليها راه غتجيبها 60 درهم 70 درهم 1000 ريال اه كل حاجة على حسب آه. والوقت راه ما كيستغرقش بزاف دغيا دغيا من دار الصالة كانت شي خدمة بزاف كاع كنقول ليه نرجع ليه الغد غادي يرجع لها بحال دابا شي كوبرا طاري لها نفس الفيلم هذه يديها في ربع ساعة وشحال تقريبا انت هي نفس الثمن العرق كنصوبو بخمسة درهم العرق خمسة درهم العرق كنعاود نرجع لها العرق ديالها اه ولا كان شي ضربة ولا شي حاجة ولا شي غتبدل ليها واحد شي سيستيم ولا شي حاجة راه يكون واحد شوية ديال كانت الصبر ديالها مكرفصة او 70 درهم 80 درهم كاع اقصى درجه اقصى درجه هذا معايا كي كان كي كان الاخوان وكي ولا شو مازال البارتي راه مازال باقي فيها الفينيس والاخوان باش نرجع معاك والله ما خلصت حقك محلولة دابا شتي محلولة دابا ولكن ما مشرقاش بحال الاخر ما مشرقاش هذا غير هذيك بلاستيكة تقلعت مع الثانية ديال الرجل تقلعت هي اصلا مديرها بالسخونة هي دابا مشات شتي هي دابا هي رقدات مبقاتش كتبان هذه هي صافي زين شكون اللي مات صافي ناس سمعتي هذا بالاخرى اللي شي باقا هذه هي غادي نعمروها ان شاء الله شويه ديال العمار نعمروها نديروا لها الخيط حتى هي باش تتعمل باش ما تبقاش تحل صح باش تحل ديك بحال كانت طايبه حتى هي كانت قريبه آه، التنيه ديال رجل غير هذا كت هذا كتشكال هذا كتشكال تعاون حاجي اخوان تسناو تبرد شويه نعاودو نرجعو لها نرجعو لها اخوان دابا هي غير رجع اللعيبه اخوانا هو كيرجع لها في اللعيبه شوفوا معنا الصباط فين غيرجع غيرجع ناضي تبارك الله الصالح دابا الاخوان هي راه كملات ها هو غيدير لها برودوي ها انتم الاخوان الصباط كيرجع
ناضي الصراحة والله شان تاكل هانتوما الاخوان الله يشجع هادي هو اخوان كيف مشوا معنا الصباط رجعنا هادي تبارك الله. المهم نخلي لكم النمره ديال الاخ عبد الرحيم خلى لكم في الشاشه لوكاليزاسيون حتى هي لتحت. المهم راه هو في الخرازه حدا بن الحاش صباعك ولا هو الاخوان برودوي اللي عنده شي بياسه بغى يصلحها يجيبها للاخ عبد الرحيم والله ييسر الامور الجميع راه غيدير بوجهي وغيتعامل معكم معامله زوينه واثمنه زوينه والله ييسر الامور الجميع. وتحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجة حتى للقويره وهاشتاغ صوفي المهمه وديما قشقاشه.